كما تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا، شكرا لكم على المتابعة هذه في 90 دقيقة حتى الماضي ساعة ونص. ضيفنا بداية من ماضي ساعة النائب عياض اللومي. نرجع على آخر التطورات السياسية في الأثناء، كيفكم الكل اللي تسمعوا فينا قاعدين نتابعوا في وضعية الحجر الصحي الشامل. الحقيقة مانيش فاهمين شنو اللي صاير، نشوفوا في تنديدات كبيرة جدا ومسيرات وناس تقولك نحبوا نخدموا واللي حكينا فيه البارح حسيلوا هذاك الكل. اليوم باش نرجعوا في متابعة لما لا يحصل، لما لا يحصل في الحجر الشامل من تطبيق للقانون. سفيان أهلا بيك. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. باش نحكي وزيدة على موضوع العنف، العنف القتل المسلط على المرأة. فما عملية أخرى صارت اليوم الصباح، وذاك عليه سوفيان انت قررت باش تتحدث على الموضوع رغم أنه البارح تحدثنا عليه، ولكن يظهر لي تطبيق الفصل 58 هذا يلزمنا كل يوم نذكره به. ولينا بعد شوية نرجو معك شكيب. أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. القضية الفلسطينية مرة أخرى، الأقصى، حي الجراح، غزة، فلسطين خذات الأمر بيدها، تدافع عن أرضها وعرضها ومقدساتها. ذاك علاش أنا اليوم فرحان. خليل البداية مش تكون معك. شفت العلامة هذه، ما أنت واحد مش فاهم كما يقول الباجي الله يرحمه كوع ومنبوع. ايه صحيح، هي علامة اندهاش، علامة اندهاش. وتذكرني بك فيلم الجزيرة هكا نتاع وقت خرج السقا قال من النهارده ما فيش حكومه، انا الحكومه. يا سيدي اليوم خلينا نبدا بالخبر، الخبر مقدس. اليوم الغرفه النقابيه نتاع ليتيكا، يعني منظمه الاعراف بمنطقه تونس الكبرى، تلتحق، ولكن تلتحق في شكل يزمو يتفهم. كل القطاعات مدعوه، من الجلود والاحذيه للمطاعم للملابس للمقاهي للتاكسي الفردي للواج، الكل الفروع التجارية تاع منظمة الأعراف موجودة في منصف بي في حركة احتجاج على الحكومة. الرسالة الخارجة منها سنعمل باش نخدمه باش نبيعه باش نسوقه والحكومة ما نسمعوهاش. يقول لك القائل البهتة وين؟ البهتة ساعة قبل، خلنا ننظم الصورة. أيه. الصورة اللي عندي من البارح لليوم في حي التضامن، وقت اللي أمس تحدثنا تمرد ولا عصيان، عندنا التمرد التلقائي نتاع الشعب هذاك في حي التضامن، يخرجوا اللعب يتباعوا نتاع العيد، القهاوي تحل عند ليلتين تو، المواطنين يخرجوا يسهروا. حتى البارح خليل معنا، اي حتى البارح، حتى البارح معناتها صوره، لا معناتها صوره نتاع احتفال بليله العيد، لا ثم كوفيد ولا ثم حتى شيء. بمعنى هذه صوره التمرد التلقائي نتاع احنا شعب ما نسمعوش الحكومه. لكن اليوم كي نلقى ليتيكا تونس الكبرى ونضمها ليتيكا نابل اللي عملت بيان مشترك مع اتحاد الشغل في نفس الموضوع، خرق الإجراءات الحكومية وعدم الاعتراف بها. كي نمشي قبلها لسوسة شنو نشوف؟ نشوف أولا اللي التمرد التلقائي بدأ يتحول إلى عصيان منظم. من شكون؟ ياسر المشيشي. رانا قليل ياسر ونشوفوا ليتيكا في الشارع، يزم ننتبهوا. وقت ليتيكا يتحرك ويخرج يغضب في الشارع، لأنه وقت تبدأ منظمة قليل وانت تحرك في الشارع، قليل وانت عايط واك، يلزم نسمعوا مليح. راهي ليتيكا يا سي المشيشي ما هيش مساحات كبرى فقط. اللي يفهم ليتيكا هكا ما فاهم حتى شيء. ليتيكا معظم منخرطيها من صغار التجار، من السواق، من الحرفيين، من الحلاقين الى اخره، راهم جزء كبير من الدورة الانتاجية والاستهلاكية في الشعب التونسي. يا سي المشيشي ليتيكا عدى حياته يا اما بجنب السلطة ومعاها، يا اما في فلك السلطة، يا اما يتقي في شرها ويقول لك خلينا نخدم على روحي وقتاني. ليتيكا خرج، الحكومه خدمت ضد الجميع، ويجب ان تنتظر ان يكون الجميع ضد الحكومه. ليتيكا خرج معناها ما نسقوش معاه قبل القرار العشوائي والاعتباطي والفوجائي نتاع الحجر الصحي اللي انتج عليه خساره مهوله لدى هؤلاء الحرفيين. ليتيكا خرج لانه الشعب التونسي كامل ما عادش يسمع في قرارات الحكومة هذه اللي لا نسقت ولا خذت بيد الناس ولا تقاسمت معهم التضحيات. على الأقل نجمعكم قبل بشهر كما صار وقت الفخفاخ، وصار إجا اتحاد إجا ليتيكا، أنا نجم نضحي وانت نجم تضحي ونتفقوا. وبعد حتى كما نفس الاتفاق اليوم ثم حكومة تتحرك في الهواء الطلق دون سند
بل تجد معارضة من أصغر بطال حتى الأكبر حرفي. غرف مهنية اليوم في سوق المنصف بي بالعاصمة كما الدواجن واللحوم الحمراء وغرفة الملابس والتاكسي الفردي واللواج والمطاعم والمقاهي وعملوا وقفة احتجاجية تنديدا بقرار الغلق سفيان والإعلان نوعا ما وضمنيا أنهم باش يخدموا. هو غزر الإعلان هو الإعلان العسيان مالا هذا هو التفسير متاعه. لكن يلزم نفهم حاش ورات الأزمة هذه. أولا أنه أذية لوتيكا راو عندهم الرئيس متاعهم مشى مع الوفد الحكومي سمير مجهول أي مشى مع الوفد الحكومي الواشنطن والفيدراليات متاعه اللوتا نتاع التجار الصغار والصنايعية الصغار في الشارع وخارجين للشارع. دونك لوتيكا اليوم عندها مشكلة كبيرة ما بين الكبايرية اللي لاقين بايهم مع الحكومة وما بين لاباز متاعهم اللي هي الأغلبية أكل المهن والحرفيين أي هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو اللي صار في نابل أنه وقت اللي منظمة نقابات العمال تجتمع مع منظمة نقابات الأعراف ويخرجوا بيان مشترك يرفضوا فيه القرارات ويعلنوا عدم الالتزام بها سفدير فما مشكلة كبيرة. معناها أنه الحكومة وحدت ما بين فئات من المفروض اللي هذا. والحكومة في الحقيقة عندها مشكلة شنية هو أنه القرار الحكومة وقت اللي عندها برنامج أو قرار بستاخذه يلزم توفر له بعض الشروط. شو ما الشروط هذه أنا نحددها في ثلاثة. الشرط الأول هو عقد الثقة ما بينها وما بين الناس اللي تحكم فيها وهذا ما هوش موجود. الشرط الثاني هو كل معناها القرار يستجيب لمصالح أوسع الفئات وهذا ما كانش موجود. الشيء الثالث هو أنه الحكومة يكون عندها قوة سلطة يد رادعة باش تواجه الليريكال سيترون به. هذا في حال موجود على خاطر ما في بالهمش الحكومه بيدها على ما يبدو لم تكن على علم بالقرار اللي باش تصدره. هذا المشكل اللي صاير في علاقه بالمهن والحرف والحوانت والمحلات اللي قال كاردينا وجبنا سلعه في بالنا باش نخدموا في العيد سي بازيك معناها امور ياسر واضحه وسهله برشا ما تستوجبش تحاليل اقتصاديه. ما في بالهمش على خاطر رئيس الحكومه قال الحجر الصحي الشامل ما فنوش فايده دونك ماناش باش نعملوه. شكيب فما صور جينا من بنزرت نحبك تشوف توا هذيا رجعونا يفضلكم صور بنزرت فوالا الحياه عاديه الاسواق تشتغل دونك فوالا تنقلنا من مرحله التنديد والتنبيه للتنفيذ الناس كل حلو. لا هو يبدو المره هذه بالذات اللي عينته انا على الاقل انه فما تعامل لين اذا ما قلتش رخو من قبل الأمنيين مع كل التدابير والقرارات وهالحظر وكذا وغيره ظاهر حتى في الحواجز الأمنية ظاهر معناها ما تشتبكش مع الناس ما ترفعش صوتك حاول تتفهم حاجات فما تعاطي لين لأنه غير هذاك باش نرجعوا لك أيامات الناس اللي خرجت في الليل وحرق وكذا باش تكون الكلفة أكبر. بالحق فما حاجات ما تتفهمش يبدو لي طوى من خلال السؤال والاستفهام أنه ذولي آخر واحد كان يعلم أنه الأمور باش تسوء لك الدرجة ذيك هو هشام المشيشي يبدو وقت كان يقول لنا أنه لا ما نشف نوصله الحجر صحي شامل ما نشف نقفله البلاد بشكل نهائي يبدو ما عندوش المعطيات أنه الأمور ستتعفن وتسوء إلى درجة اللي تفيض حتى تخرج عن السيطرة وتفيض حتى عن قدرة المستشفيات معناها يبدو لي أنه تفاجأ هو أنه الأمور ساءت لك الدرجة تفاجأ أنه الأكسجين اللي عنا والاحتياطي اللي عنا أقل من لكن شكيب أذاية كان منتظر
كان منتظر منذ بداية أفريل الماضي. هي رأي اللجنة العلمية في أفريل الماضي في بداية أفريل قالت وقتها طلبت الحجر الصحي. سفيان سفيان مانيش نلقالو مانيش نلقالو في العذر أنا. لا 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 نعرف أنه السبيسياليست الأخصائيين أي الأطباء أي اللجنة العلمية وقتها في بداية أفريل عملوا البروجيكسيون بتاعهم وتنبوا لخطورة الوضع. سفيان أنا مانيش نلقاله في العذر، ولكن يا شخص هذا أكيد يا ما يسمعش للناس اللي يلزم يسمع لهم، يا فما ناس أخرى تتدخل على الخط وتشوش عليه وتوصل له رسالة أخرى بتاع الكلفة الاقتصادية كبيرة والأمور تهدى وتخف ولازال وضع تحت السيطرة. الأكسجين راه مشترى بتاع رئيس حكومة ما كانش أصلا في الموند بتاع مكافحة الكورونا، كانوا منشغل بأولويات أخرى غير الكورونا، بمعنى أنه فجأة يحل عينيه يقولوا انذارات وأضواء حمر تشعل الأكسجين ما ثماش. يجري نحي السي هذه دمق اللي هو يفترض مسؤول اللوجستيك في القصبة كيفاش ما نبهتنيش للموضوع هذا، ويجري الناس تتكلم وهلو مجر. أنا تقديري المشكل فين أنه اليوم في موجة ثالثة، فما حديث على موجة رابعة اللي باش تزيد استنزاف، باش تزيد إعياء، بزيد إجهاد مستشفيات واقتصاد وهلو مجر. وبالشيء اللي صاير توا الموجة الرابعة لا لا وزير صحة قال فيها موجة رابعة، كلها تصير موجات متتالية، بمعنى أنه الوقتاش باش يتم اليوم وضع على الطاولة الإجراءات المرافقة في الموجة الثالثة وعلى الموجة الرابعة. الحالة التضامنية اللي كان يحكي عليه خليل وكان يحكي عليه سفيان بدقة كبيرة راهو حالة تضامنية يلزم يتم ترتيبها، وانا ما نفهمش هذا لوتيكا علاش ما يتضامنوش فيما بينهم، علاش ما يتمش ترتيب حاله تضامنيه داخل لوتيكا باش يقفوا مع بعضهم واحد واثنين يضغطوا ولا يقدموا مقترحات قوه اقتراح للحكومه في تركيز ولا ترتيب حاله تضامنيه. حاجه اخيره نسكر بيها مان خلود، انا نفهم الحرفيين الصغار والقهاوي والتجار وكذا ناس عندها سلعه وغيره، اما زاد المواطن مواطن يمشي لمحل ناس مكدسة فوق بعضها من غير ما يحسب حساب العواقب الصحية. أنا كرام محل قدامه طابور وناس تتزاحم قدامه نهز روح ونمشي. علاش قلك هذا مهم؟ لأنه هذا يعطي رسالة لصاحب المحل أنه يلزم يرتب الصف قدام المحل متاعه ويعمل بروتوكول صحي، ولا الناس معاش تجي. على الأقل طرب من الناس تخاف على حياتها وحياة والديها وصغار. أنا بالمناسبة حبيت عندي صديق وحبيبي ومن صدوق وأمين هذا سي شكري الشعري اللي توفى الله يرحمه البارح بالكورونا، من أعز الناس وخيار الناس. أتمنى على الناس ترد بالها وتحسب حساب الاعتبارات الصحية على الأقل بالحد الأدنى. حكومة رخوة ولينا في التعاطي مع الموضوع هذا، المحل اللي معبي بالناس الأسواق اللي معبية بالناس أمان تفادوها فرصة باش نقربوا من تاجر الحي وخضار الحي وحانوتة الحي. بحضور وزير الصحة البارح في مراكز تلقيح في صفاقس فوضى كبيرة جدا واحتجاج للمواطنين، وصار حديث على السلالة الجنوب إفريقية اللي هي موجودة في تونس، فما حديث على إمكانيات أو لا نتاع غلق الحدود مع البلدان اللي فيها السلالة الهندية، وفما حديث على موجة رابعة. هذا الكل باش نرجعولو بعد في الزابينغ مع فايزة العرفاوي اليوم في تعويض الأحلام العبدالي فاصل، باش نرجعو معك سفيان باش نحكيو على فاجعة الكاف وتداعياتها. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم وصين معكم في 90 دقيقة. سفيان باش نعطيك الكلمة. الموضوع هو عنا 3 أيام وإحنا نحكيو على ديز أشتاج، وخاصة البارح أشتاج اقتلونا الكل، أشتاج اسمها رفقة شيرني، أشتاج اليوم رفقة غدوة أختك غدوة بنتك، هذه في علاقة بفاجعة الكيف وتداعياتها. صحيح ان وانا متغشش في الحقيقة بالليزاشتاج اللي كنت تحكي فيهم، كان من المفروض اني نكون فرحان فرحان لانه ليزاشتاج هذم يعبروا على بريزو كونسيونس المشكل معناها حول العنف ضد المرأة والعنف بصفة عامة، لكن ما نجمش نكون فرحان وقت اللي اليوم الصباح ان يجينا الخبر انه في الحمامات راجل على غالب اسمه هكا ان بكرهبته يعفس على مرته قدام صغيراته. معناها شو توري هذا؟ توري انه راو رفقة ماتت
مش خاطر رجلها بوليس استعمل السلاح نتاعو، لا مش صحيح. رفقة ماتت على خاطر رجلها راجل بين ظفرين يحمل العقلية الذكورية الفاسدة، العقلية الذكورية الموروثة واللي ما حبيناش استكنا لها وما حبيناش ان نزعزعوها ان نكسروها باش نرجعوا الى معايير معقولة متاع انسانية متاع عباد تأمن بالمساواة، تأمن بحقوق الانسان، تأمن بأنه ما فماش فرق بيناتنا إلا بمدى التزامنا بالقانون وبواجباتنا واستعمالنا لحقوقنا على الوجه الأفضل. محلي كلامك سفيان، قداش ذكرنا زادة بدروس التربية المدنية وحقوق الإنسان والمواطنة. بربي لحظة يا سفيان، مادامنا تو نشوفوا في صورة الفنانة سوسن معالج هبطت ستاتيو اللي هو اللي مربط الفرس، على خاطر المرأة التي وصلت عليها العنف وخاصة وقت تكون زوجة كي تمشي لدارهم ولا تمشي لاختها ولا لصاحبتها، هاو شنو قالت سوسن مثلا؟ يقولوا لها اللي صبر دارها عمرت، ما هو لابو صغارك سامحوا ما عادش يعاود، اش قاسيت ما قاسيت النساء، ما عندناش بني تطلق، ما يقصدش مخو مش فوقه. والادهى والامر يا سفيان انه تحت لي زارتيكل نتاع وسائل الاعلام اللي يحكيوا على رفقه كيفاش تقتلت بعد سابقه نتاع عنف، شنو يكتبوا المواطنات والمواطنين؟ يكتبوا بالك شي هي زيدة وترت له عصابه في رمضان، بالحق راهو يا شيكي باش نشوفوهم لي كومونتير، سي تري غراف. هذا هو اصل الداء، التبرير هذا هو اصل التبرير هذايا، التبرير هذا الكل هو شنو السبب نتاعو؟ السبب نتاعو ثقافة ذكورية سيدة في المجتمع، مستبطنة حتى من عند النساء، راهو هذايا حاجة ترجع بالذات من عند النساء اللي لليوم في القرن 21 مازالوا يربيوا في اولادهم بطريقة مختلفة على تربية بناتهم، مازالوا يعطيوا في حقوق زايدة لأولادهم مقارنة ببناتهم، مازالوا يعسوا على بناتهم باش يدخلوا للدار قبل الأربعة متاع العشية وأولادهم ما يسالش كي يدخلوا الثمانية متاع الليل. العقلية الذكورية هذه، الثقافة الذكورية راي متغلغله في عمقنا، ويلزم حاجه كبيره، خدمه كبيره ووقت طويل باش نحيوها. عندنا قانون، قانون 58 سنه 2017 اي عندنا قانون، معليش ما كانش كافي، ما كانش كافي لانه الثقافه المتغلغلة أقوى من القانون. اليوم اللي لازمنا، اليوم اللي لازمنا، أنا أدعو الرجال، الرجال اللي هما رجال بالحق، أنه ينقصوا من الذكورية متاعهم اللي ما تنفعهمش، ويغزروا للنساء زوجاتهم بناتهم أخواتهم أماتهم على أنهم بشر وفقط بشر. والله إيش باش نقول لك سفيان، أنا والله كلامك قلت لك باهي، أما أنا واحدة من الناس بيني وبين روحي تجاوزت هالمرحلة ذي متاع ونحن كلنا متساوون وبشر. نعم هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي المفروض نطبقه، الناس هذوما ما يفهموش لا من المشرع لا من الحاكم لا من المركز لا من العائلة اللي ترجعها لا من المواطنات والمواطنين اللي يقولوا ما هي وترتهم. انا مانيش مصدق لانه مساله ثقافه، لانه مساله نغير يضربك نغير نغير الثقافه تو تتغير الممارسات. هو كف ولا حاجه، لان احنا في تونس مانيش بلاصه اخرى، هذه اللي لازم نخمموا فيه. معناتها انا ياسر عجبتني التدوينه نتاع سوسن معالج، هذيك عقليتكم قاتله، لاني انا راني في تونس الاستباقيه، معناتها عندي المراه قويه في القوانين، عندي المرأة قوية في الخدمة، عندي المرأة قوية في القراية، عندي المرأة قوية في تحمل مسؤولية، عندي مرأة في المجتمع ومرأة اللي في الدار. يعني الثقافة متاعنا
هي مضادة لقوانيننا وكل شيء. كي ندخلوا للدار نوليو ناس اخرين مع المرأة. كي ندخلوا للدار المرأة تولي ضعيفة مش قوية. هي تبداش أستاذة جامعية تبداش وين وقت تدخل دارها هي اللي يلزمها الطيب، هي اللي يلزمها تهز الظلم، هي اللي يلزمها تسيس روح على خاطر صغارها. هذايا يخلينا بالطبع نحكيه على المساواة في الجانب الثقافي ما توفرت مجلنا نحمله ذلك الموروث اللي عاش فينا من الصغر في كل الفضاءات خليل، في كل الفضاءات أبداها بالبرلمان أبداها بالشارع أبداها بالأماكن العمل الكل. أسمع أنا أنا جون فو با إتر بروفوكاتور، أنه ما نحبش نكون استفزازي لكن راي ثقافتنا ذي راو عندها موروث، راو عندها موروث متاع أكثر من 1500 سنة. راو كيف يلزم نقلعوا من مخنا حكاية واضربهن ضربا غير مبرح واهجرهن في المضاجع. هذية اللي تبنيت عليها طبيعة المجتمعات متاعنا ثقافة كاملة. والثقافة راي يلزم نغيروها باش نغيروا الممارسات، ما كانش الممارسة باش تبقى هي بيدا. حتى الناس زادة تحب تاخذ التفسير اللي تحب عليه لأنه فما تفسير عديدة للمعنى هذايا وكل واحد ياخو منها اللي يحب. سوفي فما المغروم بالضرب هذاك باش يمشي جيريك باش يلقى مبرات، باش يلقى مبرات. ولهذا يلزم نغيروا ثقافتنا نحو ثقافة التسامح وثقافة الحرية وثقافة المساواة. أنا تقديري الأولوية مش للثقافة ولا تغيير الثقافات ولا العقلية. أنا رأي المرأة هذه اللي خرجت باش تبرر أنه والله الزوج هذا على أعصابه وكان الأصل معناها مسيستها وكذا باش ما تطورش الأمور، هذه من صنف الحريم ومن صنف الحرم لك، ما عندها حتى علاقة لا بمرأة ولا بحرة ولا بشريكة في بناء معناها عائلة أسرة وتنشئة ناس. هذا واحد. اثنين، طبعا مثلا أنا الحاجة اللي فاجئتني انه علاش قلت لك الثقافات تجي من بعد ميسيرش لو لون تيرم ولا لو طون لون كيما تسميه يا حي ميسيرش ياخذ وقت. اما انا مثلا فاجئني انه وزاره الداخليه ما تفعلتش مع اللي صار على رفقه الشارني. في اكثر من دوله، في اكثر من دوله تصير اشعارات انه امنين عنيفين يحال الامر على الوزاره تسحب السلاح مباشره ويتفتح بحث يصير مرافقة نفسية وتدقيق نفسي لك السيدة ذاك قبل إعادة تسليمها للسلاح وقبل تمكينها من سلاحها يصير تدقيق نفسي وتصير مرافقة وتتعطى إحصائيات وأرقام ومتابعة. اليوم عناشي نحن في وزارة الداخلية خرجتش أرقام مثلا قداش من أمني عنف الزوجة بتاعه ولا قداش من أمني تعلقت به مثلا شكايات من أجل العنف. فماش تدقيقات نفسية في الموضوع هذا، فماش مرافقة. وزارة الداخلية لوميرتا، نقول لوميرتا تاع وزارة الداخلية. كيف تطلب تدقيق في القطاعات الكل؟ لا أنا قديش من من محامي اعتدى على زوجته، قديش من رجل تعليم ضرب زوجته، قديش من علاش لماذا علاش تحب تخص وزارة الداخلية فقط؟ لأنه محامي لي سلاح، نحكي هما ولا الجيش، لأنه محامي لي سلاح، نحكي خاصة على الأمن لأنه يهز المسدس نتاعه يهزوا للدار. هذا ما تصيرش مع عسكريين. اما تنساش حتى العسكريين معنيين بمرافقات وتدقيقات نفسيه. اكل العسكري اللي اغتصب الوليد الصغير وقتله، ولا العسكري اللي اطلق النار في ثكنه ولا غيره. يبدو انه المرافقه والتدقيق والمتابعه النفسيه لقوات حاملي السلاح ثم نقص وديفيسيت كبيره، ويبدو لي ثم اوميرتا، ثم سكوت، قانون الصمت داخل وزارة الداخلية على الأمنيين اللي قاعدين يعنفوا في زوجاتهم. حب أرقام معطيات وتفاعلوا مع الموضوع. يا شكيب، اليوم الصباح رانا عندنا خبر متاع واحد ركب في كرهبته وخدم كرهبته وعفس على مرته بالكرهبة قدام صغيرات زي. قدام صغيراته. ان هذا له امني، له عسكري، له حامل سلاح. ليه؟ هذا عنده حاجة في مخه اللي يتفق بها فيها مع البوليس اللي قتل رفقه. سفيان كل واحد يعمل عليه. سفيان دونك اللي يتفقوا فيه شنو؟ انهم الزوز رجال بمفهوم ذكوري بحت. سفيان كل واحد يعمل اللي عليه، واحد ماسك سلاح كيما تحكي تنجم تكون اكثر من اسلوب في القتل وازهاق الارواح، انا معك. اما يا اخويا كل واحد يعمل عليه. اليوم عندي امني، البارح عندي امني اقتل الزوجه نتاعه، وزاره الداخليه لحد الساعه ما تحركت لها حتى شعره. موافق. ولا بيان ولا نظر في الموضوع ولا مراجعه. ما يعنيهاش الموضوع، ما يعنيهاش الموضوع. خايف انها ترجع في موضوع انه الامنيين يروحوا بسلاحهم. انا مانيش ضد، ولكن يا اخويا ما تعطى سلاح كان الشخص سوي نفسيا ما عليه حتى تهمه ولا شبهه التعنيف. يلا
نختمو خليل جيست الزاوية اللي ما أثرناهاش هذوما الكل عندنا أنه درجة العنف في تونس الآن يزم ندرسوها الكل زادة الفترة الأخيرة السطو المسلح أكبر ولينا في الاختطاف ولينا ثم جرائم ما كناش متعودين بها في تونس ألور زادة يلزم دراسة أنه التونسي اليوم هذه حالة اليأس المطبق وحالة الحرمان وين وصلتنا بالضبط اليوم اليأس وين خلقنا ثم عائلات حتى بالمشاكل المادية توصل للطلاق وتوصل للتعنيف وتوصل حتى للقتل راهو ثم مشاكل أيضا اللي يتحمل مسؤوليتها أساسا هو وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي هذه مهم برشا برشا. شكرا خليل. شكي بالكلمة ليك. أنا اليوم فرحان باللي صاير في الأقصى، باللي صاير في القدس، باللي صاير في حي الجراح، باللي صاير في غزة، المقاومة في غزة في أكثر من مكان في فلسطين. يقولك علاش فرحان؟ لأنه الناس هذوما الفلسطينيين المقدسيين الغزاويين حابين أن يأسوهم، حابين أقولهم يا ناس ما عندكم حتى حل، ما عندكم وين توصلوا، راهو حلها في أنه تجيوا من اللوطة وتسايسوا الصهاينة وتقبلوا بتهويد القدس، راهو هاو عندكم أمير المؤمنين في المغرب، راهو طبع لأنه قال لك العيون في المغرب أهم من عيون القدس وعيون غزة، راهو عندكم جماعة أبو ظبي زيد راهم طبعوا على خاطر مشية قدود إيفانكا وكوشنير، راهو البحرين راهي طبعت، راهو السودان راهو بلد اللقات الثلاث راهي طبعت، سيبوا عليكم حابين أن يأسوهم الناس هذوما. ولكن الباهي أنه اليوم مقدسيين وغزاويين قالوا لولاد الوسخة ولاد أرجع مظفر النوابش قال فيهم قالوا لهم لا الناس هذوم والناس هذية ما يأستش وما هبطتش يدها والناس هذية حطت القدس في قلبها وفي عينيها وذيك مقدسات وخط أحمر وقال لك مستعد أن أبذل النفيس والدم والحياة والروح من أجل زهرة المدائن، من أجل مقدسات فلسطين، من أجل أراضيها، من أجل اضطرابها. شفنا اللي حي الجراح اللي ناس حبوا يخرجوه من ديارهم ويهدموا سقوف محلات سكنة على روسهم، الناس رفضت واحتجت ووقفت. شفنا الناس اللي حبوا يقتحموا الصهاينة، حبوا يقتحموا القدس، قال شنو يحتفلوا بالقدس العبري، الناس رابطت واعتكفت في أكناف القدس وقالت لا لن نسلم قدس الناس هذوما. الناس قالت وغزتاه، غزة تحركت وقصفت بما عندها بما تملك وقدمت شهداء، حالة من التضامن. الفلسطيني فلسطيني، يعجبني الفلسطينيين ياخذوا أمرهم بيدهم، ما يحك لك جلدك كان ظفرك، ما يندب لك كان ظفرك، ما استناوش هالعباد هذوما المطبعين الخونة أولاد الوسخة بش يدعموهم ولا بش يقفوا معاهم ببياناتهم البائسة والراخيصة. أنا نسكر بحاجة ونقول أنه الواحد فرحان لأنه مدام ثم ناس كما سكان حي الجراح، البيوت لا تموت مدام سكانها سكان حي الجراح، القدس لن تموت ولن تضيع مدام ثم ناس ترابط إلى قيام الساعة. أنا أقول لك حاجة وأختم، باقون ما بقي الزعتر والزيتون. باش نعمل أنا حد شيء فرحان معك هكا ولا ليه؟ فرحانة مع إنه القضية الفلسطينية. أنت تأثرت. لا نتأثر. تأثرت. تعرف ليش ولا؟ ريت بحجم المؤامرات الدولية بثلاثة لقات متاع الخرطوم اللي سقطوا لصلح الاعتراف للتفاوض، بالمحيط اللي تعمل في القضية الفلسطينية متاع تصفية شاملة وتطبيع شامل ما زالت موجودة. تعرف ليش؟ ببساطة شديدة، أخاطر هي متاع الفلسطينيين. هذه هي هذوما اللي عملوا لهم مسار تطبيع واللي عملوا لهم مسار سلام واللي عملوا لهم كله، هذوما دخلوا على عباد عام 48 قتلوهم وشدوا فكوا لهم اراضيهم وديارهم. والقضايا من نوع هذا راهي ما تموتش جمله، مش كي يعملوا لها ولايات متحده، مش كي يعملوا لها امم متحده، مش كي يعملوا لها اي شيء، هذا كيان عنصري بغيض تخل بخدعة دينية استعمر ارض الناس، وهذيك تقعد ارض الناس وارض الفلسطينيين وبالتالي ارضنا نحن. زاد صوفيان تحس ما بين البارح واليوم قاعدين نعيشوا في لحظة سولونيل، لحظة اللي نجم نقولوا كان قلوبنا معهم وإحنا معهم وهذاك اللي يلزم يصيروا فخورين وما مشيناش معناها ما صارش ان ديبوردمون حتى في التحاليل السياسية ترافيكم لهنا العادة تبدأ كلها على التموقعات الجيوسياسية والاستراتيجية، ولكن لا احنا توا في لحظة قاعدين نشوفوا عارفين رواحنا ما عندنا ما نعملو كدول عربية مش ما عندنا ما نعملو مش ما عندنا ما نعملو. انا اقول سيت اون شانس بالنسبة للفلسطينيين
أن الدول العربية الدول كدول كحكومات اتخليت على القضية الفلسطينية. أيه. علاش؟ لأنه وقت اللي كانت شادة القضية الفلسطينية كلهم استعملوها وكانت ورقة متاع بيع وشري بالنسبة لهم. اليوم اتخلوا عليها بكل وضوح. دونك الفلسطينيين اتحروا من الضغوطات العربية ومش معناها وبتبقى لهم قضيتهم يدافعوا عليها هما كفلسطينيين، أما همش يدافعوا عليها وحدهم. ليه ليه كل أحرار العالم اللي يتأمن أنه الحق المسلوب يلزم يرجع لأصحابه رفوش يكونوا معاهم. احنا حكينا على الحكومات العربية، أما الشعوب العربية مساندة للقضية الفلسطينية. وشفنا احنا الحق مهما كان المدة اللي يقعد مسلوب فيها لازم يرجع لأصحابه. شفناه في جنوب أفريقيا المدة 40 سنة ورجع لأصحابه. في فلسطين الحق معناها وعد بلفور يبقى ديما يبقى ديما تكمبينة سياسية لا تخضع للأخلاق ولحقيقة الأرض. مؤامرة تاريخية مؤامرة ولا. ولهذا من نهار من نهارات الفلسطينيين بس يسترجعوا أرضهم. شكرا لكم. نمشي مباشرة للزابينج نستقبلوا فايزة العرفاوي. مرحبا بيك. مرحبتي. تفضل فايزة. مرحبا بكم، توحشتكم ساعة. عايشك عايشك. مرحبا بك. عايشك. وزير الصحة فوزي المهدي تحدث البارح من صفاقس على استراتيجية الوزارة. منعرفش يذولي كل شهر تظهر استراتيجية جديدة كيما الترفيع في نسق التلقيح، وباش يتم يعني بعث مراكز تلقيح أخرى في كامل تراب الجمهورية. نسمعوا شنو قال بالضبط. المقاومة الجحرية تلتكز على برشا حوايج. سبيطارات ناقصين، كانوا سلة انعاش سلة اكسجين خاوينا في سلة انعاش سلة اكسجين. الاكسجين تتمنى عليه ان شاء الله بفضل التعاون التونسي الجزائري، كمية الاكسجين متوفرة ما تمش اي مشكل في الحكاية هذه. قاعدة التلقيح صحيح ثم بطء شوية، الا ان كميات المتوفرة المخزون الحالي عندنا 280 الف جرعة تلقيح في المخزون، قاعدين اسبوعيا جينا كميات. دونك باش نقويو نسق التلقيح، باش نقويو نسق التلقيح رفعنا في عدد المراكز. يظهر لي خلود واحد من لجنة التنظيم فهم الحكاية جوست. أي. قال معناتها قص على الوزير وقال له وخروا شوية على بعضكم، هذاك هو الحال. يظهر لي كيما تحدث وزير الصحة في نفس يعني الزيارة وقال ما نخبيو عليكم شيء وين نلقاو سلالة جديدة نعلمكم بها. به شكيب طوى وإحنا نحكي وفما خبر وفاة نائب شعب على ما أظن وصلك طوى. ونائب الثاني هو نائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب اللي هو سي مختار لموشي في ذمة الله ربي يرحمه بالكورونا. هذا النائب الثاني هك تشوف معناها يرحمهم اللي ميتوا كل فمس رئيس بلدية سيدي بوزيد البارح. الله يرحمه. هذا هو عدد الوفيات في ارتفاع. هذا ما همش أرقام، هما أشخاص، هما ناس، هما ناس من عائلات. ولكن احنا وزير الصحة كما نسموه البارح في وسط الفوضى واحتجاج المواطنين في مراكز التلقيح، وزير الصحة نذكروا لي البارح زادة مشى إلى الحدود مع الجزائر باش يستقبل الأكسجين، على خاطر احنا على ما يبدو في تونس فقنا اللي وقت اللي الأكسجين خلطة البيدوري معناها نقصلنا بنسبة 100%. احنا ما فقناش في 30% في 40% وحتى في الأخر احنا. وحتى كي صارت الأزمة حبينا نغطيو عليها وقعدنا، واول رياكسيون سبوا في الطب الصغار اللي سور تيران كيفاش خرجوا الخبر من بعد. ولات نسمعوا الاكسري الثاني نتاع وزير الصحه اللي يقول اللي هما ماهوش بيخبيو علينا حتى سلاله بوغ لو موعنا زو سلالات. اما زاد لمح الوزير في وسط التصريح قال حتى وكان مانيش باش نسكروا الحدود يعني بالنسبه للسلاله الهنديه. احنا توكي ما تعرف القصه دي ما عندنا ما حتى الجنوب افريقيا اللي فوقنا بها شافوا اموام اللي مروا بالشحنه، تعرف التقصي يدوم مده طويله، سيكونساج تقطيع الجين يتطلب وقت، هكا علاش ما احنا ديما نقصوا وين نلقاو حالات نعلموكم بها ما عندنا ما نخبيو، خاطر علاش نعلموكم مش ناس تحتات زيد تحتات تاخذ اجراءات الوقايه اللازمه. احنا حاليا لقينا جوج حالات جنوب افريقيا بصفه 90% خاطر التقطيع الجيني ما اكتملش بصفه كامله. احنا تو في نطلب من الناس الكل يجيب تحليل سلبي في السيارة
والحالات الاستثنائيه اللي عملت تلقيح ولا اي حاله استثنائيه نعملوا تحليل سريع على عين المكان في المطار ولا في البرج ولا في البر. باهي اذا كان فما سلاله جديده نعلموكم باش تنجموا تكونوا في بالكم. الناس اللي موجودين في مركز التلقيح البارغ وين مشي وزير الصحه يقولوا انه الوضع كارثي فايزه، وتحسهم حتى كلام المسؤولين ما عادش يعني لهم شيء الحقيقه، معناها انا دايما الثقه يعاودوا فرد كلامه ويقولوا يبيز لقح لي وخروح اللي قلناه ساعه. ما فيش حكومه، الناس كلها تحس حتى اللي يمشي ويلقح. وهذاك علاش انا سيد وزير الصحه كثرنا من الحديث لين انا بدي فديت تو سيد وزير الصحه تقول لي امورنا واستراتيجيه التلقيح. يا خويا عملوا لنا ورقه انوار في البلان، اول حاجه رسموا لنا ال 100,000 تلقيح اللي ما لقاوهمش مسجلين في وزاره الصحه، رسموه في وزاره الصحه. بعد ما ترسموا هذوكم في وزاره الصحه خرجوا لنا ورقه باهيه فيها الاولويات الشريحه العمريه قداش عندك ال 60,000 اللي ما تلقوش. خرجوا لنا ورقه عدم شنو عقوبه اللي يعمل التلقيح بالمحاباه، شنو هي عقوبة اللي يدور التلقيح للأمور القطاعية والرشوة السياسية، شنو هي عقوبة الناس اللي تتلقح قبل غيرها وتاخذ بريوريتي من غير وجه حق. تعطيونا هذا تعملوا لنا استراتيجية صحيحة نستنى الدوري حتى 10 سنين ما يهمنيش. ما عادش تستعملوا ساعة التلقيح هذايا فهمتي ولا لجر القطاعات إلى حرب معناتها بصراحة، ولا يجيبوا في كل واحد وحده وما نحبش نحكي على اللي قاعد يصير. نكملوا ينظموا أمورهم، ينظموا أمورهم، يعطيونا حاجة مكتوبة مثالية. بلاش تحبني نقول لك انا توا بلاش تحبني نقول لك توك تتنرفز وتعمل هكا انا شو بلاش نقول لك نكملوا نسمعوا الهشمي الوزير نكملوا نسمعوا الهشمي الوزير ونعطيكم الكل. في نفس الاطار الهشمي الوزير بدا يحكي ديجا على كيفاش نقاوموا موجه رابعه، معناها الاكيد انه باش تجينا موجه رابعه، وبدا يحكي انه تلقيح الكورونا باش يولي يتباع في الفارماسي. احنا منظومه ايفاكس ضيعت درا قداش وعندنا تلقيح بالمحابات، نسمعوا تصريح. فما دونك تطبيق الجرعات الوقائيه، فما حكايه التلقيح افكتيفون كان لقحوا برشا نجموا نكونوا حمينا اكثر ناس، والكاترين فاك تجي حتى كان بتجي اقل حده نمشيو توا حكايه التلقيح. صحيح تلقيح ماذا بينا نكثفوا في عمليه التلقيح، ولا هي تطلع بشويه بشويه توا المده الاخرى، ولا هي نلقحوا حوالي 20,000 ماذا بينا نوصل 50,000 و60,000 وبركة. فما الفكرة هذه لا هي تتطور لا هي تتدرس مع جميع الأطراف وزارة الصحة والممثلين على الصيدليات نتاع القطاع الخاص، وأيضا حتى نحن نقولوا لي غروسيست ريبارتيتور الناس اللي هما امبليكي في التوزيع. دونك وارد باهي سفيان تفضل. معناها توا واحد والله يعني نحب نتكلم من غير تشنج، اما كي نسمع مدير الحمله نتاع التلقيح يحكي على التلقيح في في الصيدليات الخاصه شنو معناها؟ احنا عندنا مشكله توا نتاع تلقيح في اللي الدوله توفر فيه، ومع هذا فما مشكله في الـ 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 في الريتم دو فاكسيناسيون. تعرف شنو معناها التلقيح في الصيدليات المركزية؟ معناها يتباعوا، معناها المواطن يشري، معناها نعاودوا نرجعوا الوضعية أخطر من الوضعية هذه، لأنه وضعية عدم مساواة بين التونسيين أمام الوباء. معناها اللي عنده باش يشري واللي ما عندوش باش يقعد يتفرج. وإذا وصلوا لي فاكسان عند لي فارماسي أنا نجم نأكد لكم أنه لي سونتر نتاع الفاكسيناسيون باش توفى منهم لي فاكسان، لأنه الدولة باش تتخلى كيما العادة عن مسؤوليتها وباش تخلي عندك فلوس برا امشي يشري ولقح روحك ما عندكش ليوليك ربي. دخلت بعضها دخلت بعضها برشا الحقيقه الدنيا. هو سي هاشمي الوزير مسيو فاكسان هو اللي دخلها بعضها على فكره. كيفاش؟ خاطر راه نقول لك حاجه، لانه هو شي يجي يحكي في انشاء فماش حاجه واضحه، مثلا ما عندناش راه نحن من التاريخ الفلاني رانا مش نحيلوا الامر مثلا على صيدليات وراه باش تجي كميات كذا وراه في الصيدليات باش تاخذ على تطبيق كذا وراه لا لا بجوز ترماه كلمه رماه يرمي في يرمي في كلمه. هذاك علاش انا قلت لك اللي خلوضها ودخلها بعضها هو لانه ما عندوش رؤيه، يمكن شاف في تجارب مقارنه مشاو بعيد لفارماسي وكذا وغيره فقال لك يمكن للصيدليات، لكن في دماغه وراه هذا فما لا استعداد
ولا قرار ولا اعلانات ولا ترتيبات ولا حتى شيء. معنى الناس هذه باش تزيد معنى الطين بالله تخرج تقول مثل التصريحات هذه. تخلي سفيان اليوم على اعصابه متغشش باش يقول لك تولي التلقيح بسرعتي، فما سرعه عموميه وسرعه خاصه واللي عنده وال وهذا ولا علاش انت تقول شيء تقول شيء، لا في قرار لا فما اعلانات لا فما ترتيبات لحد شيء. ما تنساوش وانا نذكر فوزي المهدي قال لنا من هنا نهايه جوان 3 ملايين تونسي باش يكون ملقح بجرعتين، معنا على الاقل 6 ملايين جرعه. هو قال هذا اخر جوان، هل نستنوا فيه؟ مش في الدوره، اما هل نستنوا فيه ان شاء الله يصح الحديث نتاعه. اما اذا ما يصحش يخرج مانيش عارف شي يعتذر للتوانسه اللي هو شيء. اللي هو اما هو قال هكا ان اوبجيكتيف حطوا مرقمن يفترض يتحمل المسؤولية. لا بريت ماذا لا يستحيل يا شكي فاصل شريحة 60-70 ما حتى 20% هالي من ولا فاصل وراجعين. انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. مرحبا بكم الكل، رجعنا لكم في 90 دقيقة. شكرا لكم الزابينج مع فايز العرفيوي اليوم. تفضل فايز نواصلوا الزابينج. مكملين مع خير الدين الزاهي، هو نائب على كتلة الإصلاح وطبيب وعضو في لجنة الصحة في البرلمان، قال في راديو موزايك أنه المشيش المتسبب الرئيسي في الموجة الثالثة وسيحاسبه التاريخ إذا كان ما حاسبوش القانون. والنائب هذا كان في حواره متشنج وكان يعني مستاء من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. نسمعه. رئيس الحكومة بالنسبة لي أنا لا يحاسبه التاريخ إن لم يحاسبه القانون، خاطر هو أعطاه لوتوريزاسيون للناس باش تتظاهر بك الآلاف هذيك، وهو المتسبب الرئيسي للموجة الثالثة. وكذلك نحمل المسؤولية السيد رشيد الغنوشي رئيس مجلس النواب الذي أشرف على اجتماع جماهيري ومن غير بافات ويبوس في المتظاهرين والصورة أغنى على كل شيء. وزير الصحة نستدعوه برشا مرات ما يعطينيش المعلومة وما يشاركنيش، خاطر عندنا أفكار وعندنا آراء واللي أثبت الوقت صحة وزير الصحة. حسب النائب الزاهي في الإكسخي زيدا بعد لما سمعنا هذايا يقول أنه عيدوا لوزير الصحة وحبوا يقولوا له اللي راهي الموجة الثالثة على الأبواب منذ شهر مارس، وفي آخر مارس أكدوا في بداية أفريل أنه وقتها يلزم الحظر الشامل على خطر التجمهرات والمظاهرات والمسيرات، كانت تنب بأنه الأوضاع باش نوصلوا اللي فيها احنا اليوم. معناه وقلناها مليار مرة لهنا وعدينا الصور وقلنا هل يعقل هل يعقل أنه في الحالة الوبائية حتى كان وقتها ريكحة شوية الأمور إذا تبخي في زيبل دونك الكلهم يتحملوا المسؤولية شكيب خلود رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهور الكل على بعضهم يتحملوا المسؤولية. أما خلود زادة ما يلزمش أن نعوموا هالمسؤوليات وما باهيك نفردوها. انا مع انا مع تفريد المسؤوليات، بمعنى كل واحد عنده المربع نتاعه وفى بما عليه والتزم بما عليه وابرى اذمته والا لا. اما قبل هذا مش اقول لك راه في افريقيا يبدو لي نحن سابقين في انه دخلنا الموجه الثالثه وعلى قريب ماشي الموجه الرابعه، راه الجزائر اللي هنا في الموجه الثانيه راه مازال كي بدات، المغرب يظن ما خرجتش من الموجه الثانيه، معنا نحن في الموجه الثالثه ونرتبوا الامور الموجه الرابعه، معنا وارد نحن نكونوا عالميين من الاولانيين ندخلوا الموجه الرابعه، معنا باش تعرفوا الهند بالمناسبه لو فاريون هذا الهندي راهو في الموجه الثانيه، راهو الهند في الموجه الثانيه، نحن الموجه الثالثه وداخلين على الموجه الرابعه، الفرنسيين يحبوا ياخروا الموجه الرابعه ما بعد سبتمبر، يبدو لي نحن باش نكونوا سباقين في الموضوع هذا. انا حبيت نحكي هذا 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 واحد. اثنين، الحاجه اللي نبهني ليها سي زاهي انه حتى كتله الاصلاح بدات تتصدع. شفت بكري ايش قال؟ كان يحكي سفيان على لوتيكا ولا ولوتيكا الفوق ولوتيكا لوطا الفوق واللي تحت. يبدو لي حتى كتله، انا مثلا شفت تدوينات النسرين العماري النايبه على الكيف اللي هي على المشروع وفي كتله الاصلاح خارج سرب الحكومة والحزام الداعم والمسند الحكومة. اليوم الزاهي يقول لك هذا كارثة وسيحاسب تاريخيا، بمعنى ماشيين قال ندمنا اللي صوتنا لهذه الحكومة وهي غير مستقلة وقاعدين نفكروا كيفاش باش نتراجعوا برئاسة حسون الناصري. لازال لا قالها حسون الناصري لازال متمسك رئيس بصفته رئيسا لكتلة الإصلاح لازال عند دعمه للحكومة هذه. حاجة ثالثة حبيت قلت علاش تفريد سيدي رئيس برلمان يتحمل صحيح. ألف مسؤولية ومسؤولية ولا خلاف، وأما أما 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 نحددوا المسؤوليات. شنو هي مسؤولية اليوم رئيس البرلمان؟ خرج عمل مسيرات خالط ناس ما عندوش قدوة سافر أي سمع أي تقول لي رئيس الحكومة شنو المسؤوليات متاعه إخلالاته والنقص. أنا معاك
تقول لي راه فما فوضى، عدم ترتيب، عدم تشريك، انا معاه. اما زاد نحطوا على الطاوله مسؤوليه رئيس الجمهوريه اللي قال انا ما نخافش من الكورونا. انا اقول لك حاجه ممكن نصدمك، يقول لك مع الاسف كي تطرح سؤال لو كوفيد افوتي بور كي، لو كوفيد افوتي بور كي، تقول لك بور قيس سعيد. باه علاش التفريد؟ حسب راينا كله علاش تفريد؟ هذا صوت الحكومه. التفريد هو يعني محاولة متاع تلبيس للهروب بالمسؤولية، هو التقاليد، تلبيس المصايب الكل في شخص، هو إيحاء توسيس زي تعش قالنا في وسط كلامه يدي، هو المسؤول على الموجة الثالثة والموجة الرابعة اللي ما يجي بعدها، انبدلوه وتتريق الأمور. يعني منظومة متاع سلطة بما في ذلك هما اللي أعطاوا أصواتهم ما يتحملوش المسؤولية. هذا راه المشيشي يمثل خيارات متاع ثلاثة أحزاب ومجموعة من الكتل المستقلة، الكلهم فاشلين بفشله، الكلهم خياراتهم غلطة بخطأ خياراته، الكلهم يتحملوه. ما هيش مشكلته أين نحيو لحبيب الصيد تو نرجعوا الاقتصاد، أين نحيو الفخفاخ تو نرجعوا الشفافية، أين نحيو المشيشي تو نرجعوا الكوفيد، أمورنا كل واضحة والناس الكلها معناها عندها المناعة. مش صحيح، يلزم الناس هذا تكون عندها الشجاعة باش يقولوا عملنا حكومة مبتورة، عملنا حكومة ما عندها السلطة، عملنا حكومة منزوعة الشرعية والختم والإمضاء، ما تجمش تخدم، ما عندهاش حالة وظيفية في الشارع، يتحملوا الكل مسؤولية بما في ذلك جماعة سي النصف. باهي صوفيا الاستباق معناها كيفاش باش نقولها الكلمة هي بالفرنسي، معناها أنك تو بريفوا غوفيرني سي بريفوا، هذيا هي القاعدة العامة. يمكن المشكلة الكبيرة نتاع الحكومة هذيا أنها لا تستبق، لا تتوقع، لا تقرأ، ما نعرفش، ما يشترى في الدنيا كيف جايه. هذه الموجه الثانيه والثالثه والرابعه راهو كله هذا كله. كيفاش قالوا كم متاخرين في حرب معركه فما هكا مثلا فرنسا؟ اي 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 نو سوم اون ريتار دون غير، نو سوم توجور اون ريتار دون. راهو هذايا الحديث على الموجات ما عندوش معنى كبير، لانه كما يقول الشاعر تعددت الاسباب والموت واحد. أنا شي همني يعني نموت في الموجة الثانية ولا الموجة 15، ما هو مت ولا دونك. المشكل كيفاش توانسة ما يموتوش، كيفاش توانسة ما يموتوش؟ يلزم فما ناس يحكموا في التوانسة، يخموا في التوانسة ويحطوا الاستراتيجيات والإمكانيات لذلك. وهذاك علاش أنا نعتبر أنه مسؤولية مشتركة متاع العبد الكل. توا رئيس البرلمان كي يمشي لقطر ومن قطر يتعدى يعمل الزنازة كيما نكاكا، يحضر في الزنازة كيما نكاكا في القاصرين، ايه يا اخي هذاك ما في بالوش اللي فما حظر صحي وكذا. رئيس الجمهورية اللي يخرج يمشي للجامع ويشد ولد صغير ويبوسه ويتصور معاه ما عندوش مشكل. هذاك ما في بالوش اللي حضر شامل. رئيس الحكومه اللي توا في البرلمان، اللي توا في البرتغال، كي باش يرجع باش يعمل الحجر الصحي نتاعو اللي هو قرره. دونك هي شنو هي الحكايه؟ الحكايه هو انه واضح جدا الملقحين عندهم تدابير خاصه بهم. يخرج يقول عنده هاتي خرج لنا بيان يقول لنا علميا شنو اللي يصير. ان انا شو نقول؟ انه راهو فما حاجه اساسيه، فما عقد يلزم يجمع بين الحاكم والمحكوم. العقد ذاك انفطر في بلادنا. نمشيو للنائب انفرط النائب المستقل صافي سعيد قال في تدخله في برنامج سيت ناف اليوم على إيافام انه خلافه مع حركة الشعب مش مغازلة لحركة النهضة كما يعتقد البعض، وقال انه للغنوشي اخرج من الباب الكبير قبل ان تطرد من الباب الصغير. مانيش جاي نحكي توا على عرفتي مع فلان ولا فلتان، ومانيش داخل في هذا، وما عنديش هالحسابات، وانا لا عندي لا حزب لا نواب لا اي شيء، وما عنديش هالحسابات ان انا واقف هذا مع هذا. انا راس الغنوشي اول واحد راني نقول له في وجهه انا، لانه هم ما فيهمش ولا واحد شجاع يقول له في وجهه الا اللي مشان يصور في التليفون يشوفون الناس. انا لو نقول له استقيل ارحم لك، اخرج من الباب الكبير قبل ان تطرد من الباب الصغير. ما يهمنيش في انا الغنوشي، لاني من عضو، لاني في حركه النهضه، ولاني من شيله
ولا من اي شيء ولا اي شيء. كنت اقول لك انه المثلث مثلث برمودا ثلاثه في زوايا حاده وثلاثه قاعدين يتلاعبوا ويكتبوا ويناقوا على بعضهم وعلى الشعب، وثلاثه عايشين وثلاثه يجب ان يرحلوا الثلاث، لانه علاش ونمشوا الانتخابات حره ولا جهه اخرى جديده. دعوات متنوعه ومتعدده للرئاسات الثلاثه باش يغادروا، كل مره راهو حاجه نوع، فما تصريحات، فما شكون عمل دي زوتوكولون على الفيسبوك في البروفيل نتاعو يقول رئيس الحكومه ان يرحل، هذوما مواطنين عاديين، فما دعوات لرئيس الجمهوريه، فما سياسيين ايضا كتبوا تدوينات على الفيسبوك يطالبوا يعني هشام ماشي بالرحيل. شكي بشورك حاجتين بالله، حاجه تخص المغادره هذه وحاجه تخص صافي سعيد. اللي تخص المغادره ما يضرش ويغادروا، وهما التفاصيل ولا شيء اصلا قدام البلاد هذه وقدام تونس بتاريخها وبمستقبلها وبناسها وباللي تحب وبعمقها. اما يلزم المغادره تبدا مرتبه، اذا فما ديل، فما تفاهمات، فما تعاقدات اللي كان يحكي فيه سفيان، هذا ما يتيسر وما ينجم يكون كان ما يصير حوار. شكون لحد الساعه لم يدعو الناس للحوار على الاقل رغبه والا استجابه لمبادره الاتحاد؟ هو الرئيس قيس سعيد يا خويا، يدعو الناس للحوار وتحط كل شيء على الطاولة، ما يضرش تغادر كل الناس وتصير تعاقدات وتفاهمات جديدة ويتم ترتيب المغادرة هذه. هذا واحد. اثنين، فيما يهم صافي سعيد يبدو أنه حب ينتصف لنفسه لأنه عركته مع حركة شعب، قال لك أنه حرقته لأنه كأنه ميلان مع رشد غنوشي وحركة النهضة، هذاك علاش قال اللي قالوا ما نصورش كان المقصود مصلحة عامة ولكن هي مصلحة صافي سعيد. صافي نختم معك. أنا صافي سعيد عندي زوز مشاهد يبقوا لي منه. المشهد الأول أنه أعلن رسميا أنه ماهوش ناوي يرجع الفلوس اللي خذاهم للحملة الرئاسية، وبالتالي أذايا لا أأتمنه على شيء. ثانيا، فما فيديو اللي ظهر عامل روحه فيها انه يقيد في التسويق نتاعه في سحب الثقه ومن بعد اعطاه ورقه فارغه، وبالتالي لا استثيقه في شيء. شكرا سفيان، شكرا شكيب، شكرا خليل، يعطيكم الصحه. بعد الاخبار ضيفنا في 90 دقيقه النائب عياض اللومي. انفرطوا توا، انفرطوا.